مين أول لاعب مصري ارتدي قميص أرسنال تاريخيا؟ سؤال إجابته سهلة مش كده؟ لا مش سهلة. أول اسم هيجي في بالك هو محمد النني، وهيبقى معاك حجتك لأن أرسنال ذات نفسه بيعرف النني بصفته أول لاعب مصري يرتدي قميصه. لكن المفاجأة إن في مصري سبق النني بحوالي قرن كامل، صادق فهمي بطل قصته. اكتشفه مؤرخ مهتم بأرسنال يدعى أندي كيلي. كيلي لقى خبر في صحيفة ديلي إكسبرس من أغسطس 1921 ومذكور فيه اسم صادق فهمي. مين صادق فهمي؟ إزاي وصل أرسنال؟ وليه ما سمعناش عنه طول السنين دي؟ ما تيجوا نشوف. أول ظهور لصادق فهمي في الوثائق التاريخية بيرجع لسنة 1920، كان جزء من فريق الزمالك اللي لعب مباراة ودية أمام أحد فرق الاحتلال الإنجليزي. المباراة انتهت بفوز المصريين 2-1، وكان صادق فهمي صاحب الهدف الأول في المباراة. بعدها سافر فهمي لإنجلترا، تحديداً مدينة ريدينج، عشان يشتغل في مزرعة، وساعده في كده إجادته لأربع لغات. هناك بدأت مسيرته مع الكرة الإنجليزية مع فريق والينغفورد وينزداي، وبدأ اسمه يظهر في الصحافة الإنجليزية اللي أشادت بيه جداً بعد أدائه قدام فريق هنلي. بعد شهرين استمرت الإشادة بفهمي بسبب مستواه قدام يونايتد بانكس وتسجيله هدف التعادل القاتل، وهنا كانت النقلة. في بداية موسم 1921-1922 تعاقد أرسنال مع فهمي. فهمي ما كانش المصري الأول في ملاعب الإنجليز، سبقه حسين حجازي وتوفيق عبد الله، وده عمل سمعة كويسة للاعبين المصريين في الفترة دي. فهمي ظهر لأول مرة في مباراة ودية مع أرسنال في أغسطس 1921، وفي نفس الشهر ظهرت الصورة الوحيدة المتاحة لصادق فهمي في الصحافة. ورغم مستويات فهمي المميزة في المباريات الإعدادية، لكنه لم يشارك في أي مباراة في الدوري الإنجليزي مع أرسنال، ويمكن ده السبب الرئيسي في غياب المعلومات عن فهمي وفترته في أرسنال. مشاركات فهمي انحصرت في ظهوره مع الفريق الرديف قبل ما يشارك مع الفريق الأول في مارس 1922 خلال مباراة خيرية قدام ريدينج، سجلت عودته للمدينة اللي بدأ فيها مسيرته الاحترافية. المعلومات عن صادق فهمي بتنقطع بعد كده لحد سنة 2008، لما بتظهر عنه بالصدفة معلومات على موقع جينيس ريونايتد المهتم بالبحث عن أصل العائلات حول العالم، وبيساعد الناس على الوصول لقرايبهم. بيتضح من خلال الموقع إن سيدة إنجليزية تدعى دايزي ويلز مواليد سنة 1898 اتجوزت في ديسمبر 1921 من راجل مصري، ورجعت معاه القاهرة سنة 1922 وأنجبت منه طفلة في 1928. الراجل ده هو صادق فهمي. وبكده نكون عرفنا مصير صادق فهمي بعد موسمه الوحيد في أرسنال. كمان موقع Find My Post بيقدر يظهر لك الوثائق الرسمية المتعلقة بالمواطنين داخل المملكة المتحدة في القرن الماضي. الموقع بيكشف لنا عن تاريخ ميلاد فهمي وولادته سنة 1898 وسفره من انجلترا إلى ميناء بورسعيد سنة 1922. فهمي رجع للقاهرة عشان يكمل مسيرته مع الزمالك ومنتخب مصر، وبالفعل اتألق مع القلعة البيضاء، وكان صاحب أول هاتريك في تاريخ ديربي العاصمة لما سجل ثلاثية في شباك الأهلي خلال فوز الزمالك 5-0 في يناير 1923. بعدها لعب فهمي مع الترسانة ورجع انجلترا مرة تانية واستقر هناك مع زوجته، وتعاقد مع فريق بينسون سنة 1928، لكنه رجع مصر بشكل نهائي مرة أخيرة سنة 1930 بعد ما خلد اسمه كأحد رواد الكرة المصرية في الملاعب الأوروبية. وصحيح إن النني خاض عدد هائل من المباريات وفاز بالألقاب وكتب المجد مع أرسنال، لكن أول مصري في تاريخ أرسنال كان وسيظل دايماً هو صادق فهمي.